الاغلبيه رئاسه الاغلبيه دارت هذا الاجتماع ديال فرق الاغلبيه في هذا المقر كما قلت مقر حزب الاستقلال اللي عنده رمزيه كبيره بالنسبه للمغرب هذا المقر هذا. والموضوع ديال الاجتماع ديال فرق الاغلبيه هو ديال زوج المواضيع اساسيين، زوج المواضيع اللي انتم كصحفيين وكمغاربه كلهم كيتسائلوا على زوج المسائل اهم من اهميه بمكان، هي توازنات الماكرو اقتصاديه بلادنا، توازنات الماليه بلادنا، وكذلك استدامه التمويلات الموجهه الى هذا المشروع الملكي الكبير جدا اللي هو الحمايه الاجتماعيه. هذا هو الموضوع ديالو. وجدنا دعينا فوزي القجع اللي هو الوزير المتدرب المكلف بالميزانيه باش يعطي الشروحات اللازمه باش نبينوا للمغاربه ونبينوا للناس على ان هذا المشروع ديال بناء الدوله الاجتماعيه اللي هو الساريه ديالو الاساس ديالو هو هذه الحمايه الاجتماعيه، راه التمويلات اللي دارت الحكومه تمويلات مستدامه، تمويلات اللي هي كبيره، لان المواطن انا ما عرفتش كتقول لك بزاف هذا الشيء، وزدتوا الاساتذه وزدتوا 100,000 درهم زياده عامه للاجور، وزدتوا حيدتوا الناس اللي في الراميد 5.9 اي 10 البلايص تقريبا كتمشي للراميد، 10 المرات كتمشي للدعم المباشر للسكن، اذا هاد الفلوس كلهم هاد الامكانيات كلهم اذا كيطرحوا تساؤلات مين غتجيب الحكومه هذا الشيء؟ وبين بالارقام على ان الحكومه في عامين في سنتين استطاعت ان بحكم ماشي غير هكاك ماشي غير بطريقه عشوائيه على ان طبقات كاع المسائل اللي كانت في المناظره اللي كانت ديال المناظره الوطنيه اللي كانت في صغيرات حول الاصلاح الضريبي، هذا الاصلاح الضريبي طبقته فيما يخص التيفيا فيما يخص الدخل فيما يخص واحد العدد ديال المسائل هي اللي عطات هذه الهوامش كبيره جدا للماليه العموميه، حيث على ان في ثلاث سنين طلعت المداخل ديال بلادنا ب 100 مليار درهم اي ب 2.12.5% سنويا، اذا هذا واحد المساله اللي هي اساسيه في بلادنا، اذا كاين تمويلات كاين مجهود دارت الحكومه فيما يخص هذا الموضوع، وهذا الشيء كله هذا الصرف اللي صرفته الحكومه لم يؤثر على نسبة النمو، لم يؤثر على نسبة التضخم، لأن التضخم مسألة أساسية، التضخم لقات فيس، لقينا الحكومة لقات 72.2%، الآن غادية وكتنزل التضخم باش نوصلوا إن شاء الله في الأفق 2026 إلى 66 68 69%، إذن بالرغم من أن الحكومة صرفات إمكانيات كبيرة، التضخم غادي كينزلوه، علاش؟ لأن كاين مجهود كبير جدا في المداخل ديال الدولة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.